أعزائي طلاب الصف الثاني، نبدأ اليوم بفصل جديد، الفصل التاسع، الكسور، الاختبار القبلي. أحوط الكسر الذي يمثله الجزء الملون. أولاً نعرف شنو كسر. نلاحظ قلنا 1/2، هذا الواحد يمثل الجزء الملون، هذا الجزء الملون نكتبه بالأعلى، أسميه البسط، البسط 1، هذا خط الكسر. هذا المقام، هذا يمثل كل الأجزاء ملونة أو غير ملونة، أكتبها بالأسفل، 1/2، عندي الأجزاء اللي بالشكل 2، كتبت 2، 1/2، هذا يمثل النصف، هذا الكسر ينقرأ نصف. أحوط الكسر الذي يمثله الجزء الملون، هنا الجزء الملون يا كسر يمثله 1/2 لو 1/4، 1/2، عندي جزء واحد ملون من أصل 2. نلاحظ نقطة رقم 2، دائرة مقسمة إلى 4 أجزاء، جزء واحد ملون كتبته بالأعلى، هي كل الأجزاء شقد؟ 1، 2، 3، 4، 4 أجزاء، إذن 1/4، هذا ينقري ربع، أقرأ ربع، إذن ربع الدائرة ملون، الكسر اللي يناسبه 1/4. نلاحظ هذا شكل الخماسي مقسم إلى قسمين، جزء واحد ملون كتبه بالأعلى 1، خط الكسر كل الأجزاء شقد؟ 2، إذن 1/2، نصف الخماسي ملون. ألون نصف الشكل، منطيني أشكال مربع، سداسي، دائرة، مثلث، قاسم هذه الأشكال إلى جزئين، نلون نصف الشكل يعني جزء واحد من 2، لونت هنا نصف المربع، نصف السداسي، نصف الدائرة، ونصف المثلث. ألون ربع الشكل يعني هنا الأشكال نقسم ليها إلى 4 أقسام، ألون جزء واحد على 4، ربع الجزء، دونت هنا جزء واحد من 4 أجزاء. ألون نصف عدد التفاحات، عندي 4 تفاحات، يقول نصف العدد ألون، لونت تفاحتان من أصل 4 تفاحات. ألون ربع عدد الموزات، عندي 4 موزات، ربع يعني هم 4، ألون واحد.